السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلاب الأعزاء وأصدقائي الأحباء للصف الثالث كيف حالكم؟ هل أنتم جيدون؟ أرجو أنكم في صحة وعافية فأهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو أحباب الكرام اليوم عندنا التدريبات الدرس الخاص التدريب التاسع يعني نحن نسعى أن نتكون أن نكون جملا الكلمات المتشتتة فهيا بنا إلى الدرس أحباب الكرام انظروا اليوم عندنا التدريب التاسع التدريب التاسع هناك كون جملا هناك كلمات متشتتات انظروا ريال إيجار ألف البيت الأول الآن كون جملة مفيدة يعني هكذا انظروا إيجار البيت ألف ريال ما شاء الله ممتاز إيجار البيت ألف ريال بعدين انظروا رقم ثاني المسجد يصلي بكر في الحرام فكيف تتكون الجملة المفيدة من يكون ما شاء الله ممتاز هكذا يكون بكر يصلي في المسجد الحرام بكر يصلي في المسجد الحرام بعدين ينام حجرته في النوم بكر رتب الكلمات الآن كيف هكذا ما شاء الله ممتاز بكر ينام في حجرة النوم بكر ينام في حجرة النوم بعدين ما شاء الله بعده الحديقة شجرة وفي ورد فكيف ترتب رتب الكلمات في جملة مفيدة ما شاء الله هكذا في الحديقة يكون هكذا في الحديقة شجرة وورد ما شاء الله ماذا في الحديقة شجرة وورد في الحديقة شجرة وورد طيب انظروا بعده أحباب الكرام انظروا رقم خمسة استقبال في مكان البيت الآن رتب الكلمات هكذا في البيت مكان استقبال في البيت مكان استقبال هكذا كلمات استقبال في مكان البيت رتب هكذا في البيت مكان استقبال ما شاء الله ممتاز أحباب الكرام انظروا رقم سادس الحرام شارع المسجد في البيت رتب الآن رتب الكلمات كيف يكون جملة مفيدة ما شاء الله ممتاز هكذا البيت في شارع المسجد الحرام البيت في شارع المسجد الحرام البيت في شارع المسجد الحرام أحباب الكرام عليكم أن تحفظوا هذه كون جملا التدريب التاسع عليكم أن تحفظوا هذه يعني أنتم تكون الجملة مفيدة بهذه الكلمات أرجو هذا التدريب يكون في امتحان سيأتي في الامتحان إن شاء الله তৃতীয় শ্রেণীর বন্ধুরা তোমরা এটা ভালো করে করবে প্র্যাকটিস করবে আশা রাখি এটা পরীক্ষার ভিতরে আসবে তোমাদের মঙ্গল কামনা করে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ